أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد أحدث ظهور للفنان السوري سامر المصري وابنته ياسمين بعدما أصبحت شابة وجمالها الساحر، وتعرفوا على زوجته وشاهد أولاده في آخر ظهور لهما ومعلومات لأول مرة عنه. أهلا بكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري سامر المصري رفقة ابنته الوحيدة ياسمين من تونس. الفنان السوري سامر المصري يشارك في كل مرة صور وفيديوهات مع أولاده ورد وعمر، لكن هذه المرة الأولى يقوم بمشاركة صورة له مع ابنته بعدما أصبحت شابة. وحظيت صورة الفنان سامر المصري وابنته ياسمين التي وصفت بكونها أحدث إطلالة لابنته بعدما أصبحت شابة بتفاعل واسع من قبل المتابعين، حيث انهالت التعليقات وجمالها الساحر. وأشار العديد من المتابعين إلى وجود شبه كبير بين الفنان سامر المصري وابنته ياسمين، فقال البعض بشبه بعض كتير كتير. والجدير بالذكر أن الفنان السوري سامر المصري متزوج من الفنانة المعتزلة نيفين عزام منذ أكثر من 22 عاما، وكانت الفنانة المعتزلة نيفين عزام قد شاركت في مسلسل خان الحرير ومسلسل الثريا عام 98، ثم اعتزلت للتفرغ لأسرتها. ورزق الثنائي سامر المصري ونيفين عزام بثلاثة أبناء، وهم عمر وهو خريج كلية الحقوق، وورد 17 عاما، وياسمين 11 عاما، والعائلة مستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطلع الفنان السوري سامر المصري على جمهوره ومحبيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام رفقة نجليه عمر وورد. وشارك الفنان سامر المصري متابعيه عبر خاصية الستوري في انستغرام أحدث إطلالاته مع نجليه الشابين من مدينة اسطنبول التركية قبل عدة أشهر. وحظيت إطلالة الفنان سامر المصري مع نجليه عمر وورد بتفاعل من قبل محبيه، حيث تداولت العديد من صفحات صور الشابين مع والدهما. ولعل لقب العقيد أبو الشهاب الذي حظي به في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة هو العامل الأبرز لدخوله في عالم المشاهير. الفنان سامر المصري هو ممثل سوري ينتمي للديانة الإسلامية، ولد في 3 أغسطس عام 69 بالعاصمة السورية دمشق، وعمره في عام 2022 حوالي 53 عام. ودرس الفنان اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات السورية ليتخرج حاملا في جعبته شهادة البكالوريوس، وذلك في عام 91. وعقب ذلك دفعه حب الفن والتمثيل وتعلقه بالخوض في هذا الإطار للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا قبل أن يتخرج منه عام 96. وتعود البدايات الفنية الأولى للفنان سامر المصري في تسعينيات القرن العشرين، الذي حمل في طياته نجما لامعا في أرجاء الدراما العربية والسورية. فقد برز الفنان سامر المصري في العشرات من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والأفلام،
إلى جانب تميزه في عالم الغناء. ولعل من أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك الفنان فيها واضف عليها طابعا خاصا هو مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، فقد ظهر فيه على مدى 3 أجزاء متتالية بدور عكيد حارة الضبع أبو شاب المدافع عن حارته والمحارب للاحتلال الفرنسي. واحتل الفنان سامي المصري دور البطولة في مسلسل الدبور الذي لعب فيه شخصية خطاب العائد إلى حارته ليسترد حقه وكرامته من عائلته وقريبه. وبرع الفنان سامي المصري في المسلسلات الكوميدية، ولعل أبرزها المسلسل الذي حمل اسم شخصيته أبو جانتي ليلعب فيه دور سائق التاكسي. وتحسب للفنان سامي المصري عشرات الأعمال التلفزيونية التي يطول ذكرها إلى جانب مشاركاته المسرحية كمسرحية ذاكرة الرماد ومسرح الرصيف وغيرها. وسجل حضورا له في الأفلام السينمائية كفيلمي الرسالة الأخيرة وبستان الموت وغيرهما. وإلى جانب تميزه في الغناء وتأديته لأغاني عدة بصوته كأغنية دلعونة وأغنية بحبك إضافة لأغنية فيك يا أبو زهدي. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.